اهلا وسهلا البنات، صافا كي دايرين؟ لاباس. اليوم عندنا طويجين بجلبانه بالفول بالبطاطا بالقوق، المهم الروينه ديال هاد الطاجين. من بعد ما قليت اللحم وطاب ليا وحيدته نزلته في واحد الطبيسيل طاب بزاف، يعني ما نقدرش نزيد نطيبه مع الخضره. فوالا درت الخضره غير بوحدها مع داك لاصوص اللي كان بقى وداكشي ديال الدجاج. من بعد ما قليناه وطيبناه كما العاده، معروف الطاجين المغربي كيفاش كيتقلب الدجاج وداكشي، الطريقه النهائيه كتجينا بهذا الشكل البنات. كيجي لذيذ وغزال، فيه جميع الخضار وما يكون، وكيجي لذيذ بهذه الطريقه، والمريقه ديالو تجي حتى هي لذيذه وزوينه. ايوا كانت هذه وصفه يعني عاديه نورمال نبارطاجيها معكم. فوالا تيجي معسل من داك الشرفع، دجاج بلدي تيجي به يعني لهاد الخضره اللي هي برديه تجي زوينه بزاف البنات. انا هادشي عاي بغيت نبارطاجي معكم، انا عارفاكم هادشي كديروه معتمد عليه يعني في البلاد وفي بلاصه، يعني طاجين نورمال مغربي 100%. فوالا كانت هذه هي الطاجين ديالنا اللي غنبارطاجيه معكم، عادي نورمال بالبطاطا والقوق والجبانه فوالا، وشويه تاع الفلفله حاره، هذيك اختياريه، كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش. فوالا البنات، فوالا كانت هذه هي الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. ايوا كننتقلوا الى الحداقه وما ادراك ما الحداقه. الحداقه في فرنسا، الحداقه ما لقيت ما ندير، اري نشد هاد الكوكوط مسكينه اللي هي طالع ليها الدم وطالع ليها الغاز ومغيسه وما تستاهلش. قلت علاش لا، بقيت نقلب، لقيت عندي واحد شويه تاع الزيكس واحد شويه الصابون البلدي، قلت اللهم هكاك ولا بلاش. المهم بعدا نبينوا لها وجهيها وكما تيقولوا المثال، نحيدوا غيسه فين تجي طاينه. هذا مثل مغربي. جو سي با واش البنات يعرفوه ولا لا. المهم نحيدو غيسه فين تجي طاينه، يعني غير حاجه غير من الفوق وصافي، راه ماشي هذاك الحكان اللي كتعرفوا ديال القلب وديال المغرب وديال الشمس وديال ايوا كتبقاي نص نهار وانت تحكي وانت تحكي والشمس كيبقى داكشي يتبارك، هذه غير حكه خفيفه وصافي. المهم هذا ما كان بارطاجيت معكم هادشي اللي درت فوالا، وجيسبيغ فوالا تكونوا يفكركم شي شويه معايا في البلاد وفي المغرب وفي الاجواء تاع الصابون البلدي والزيكس. المهم البنات كنتمنى دينا الاعجاب.